كيف نشأ الكون؟ وهل هو ثابت أم متغير؟ ماذا تعني نظرية الانفجار العظيم؟ وهل الله موجود؟ في البداية ولمدة طويلة من عمر البشر، افترض علماء الفلك أن الكون ثابت لا يتغير، إلى أن أثبت الفلكي الأمريكي إدوين هابل في عشرينيات القرن الماضي أن المجرات ليست ثابتة في الكون، بل كلها تتحرك وتبتعد عنا. وبدوره فسر الفيزيائي البلجيكي جورج لومتر البيانات الواردة من منظار هابل، واستدل بها على توسع الكون، وذلك عام 1927، ليستنتج أنه بالرجوع إلى الوراء فإن المجرات المنفصلة اليوم لابد أن تكون قد بدأت معاً فيما أسماه الذرة الأولية. وحتى ذلك الحين لم يكن مصطلح الانفجار العظيم قد ظهر بعد، إلى أن صاغه عالم الفلك الإنجليزي فريد هويل للمرة الأولى في 28 من مارس عام 1949. فما هي تفاصيل هذه النظرية؟ تخبرنا هذه النظرية بأنه وقبل 13.8 مليار سنة كان هذا الكون الواسع الذي نعيش فيه نقطة صغيرة أصغر أضعافاً مضاعفة من الذرة، وذات حرارة وكثافة عاليتين جداً، يعبر عنها علمياً باسم المتفردة Singularity، التي يقول العلماء إن الكون قد تضخم منها حتى حدثت لحظة الانفجار العظيم التي نما الكون بعدها بشكل كبير وسريع جداً، وذلك في حقبة تعرف افتراضياً باسم التضخم. كان الكون المبكر بعدها حاراً جداً، بلغت حرارته ما بين 4 و6 تريليونات درجة مئوية، بدأت تبرد تدريجياً مع توسع الكون لتصبح الظروف مواتية لتتحد الكواركات الكواركس معاً في بروتونات ونيترونات، وتتشكل الثقوب السوداء الهائلة. ثم اندمجت البروتونات والنيترونات معاً مكونة نظيراً للهيدروجين يسمى الديوتيريوم، إضافة إلى الهيليوم وكمية صغيرة من الليثيوم. ومع انخفاض درجة الحرارة اتحد الهيدروجين والهيليوم مع الإلكترونات الحرة لتشكل الذرات المحايدة الأولى، وأصبح بإمكان الفوتونات أن تتحرك بحرية أكثر، مما شكل الخلفية الكونية الميكروية CMB. وقد اكتشفت بقايا هذا العصر للمرة الأولى عام 1965، وحتى تلك الحقبة لم يكن قد انبعث أي ضوء بالكون، لذلك أطلق على تلك الفترة العصور الكونية المظلمة. وبعد حوالي 180 مليون سنة من الانفجار العظيم، بدأ الهيدروجين والهيليوم في توليد درجات حرارة جهنمية أضاءت النجوم الأولى، فدخل الكون بذلك مرحلة الفجر الكوني أو إعادة التأين. وفي هذه المرحلة بدأت المجرات الصغيرة المبكرة في الاندماج معاً في مجرات أكبر لتشكل الثقوب السوداء الهائلة في مراكزها. وبعد تطور كوني استمر عدة مليارات من السنين، تكونت ببطء المجموعات المجرية والخيوط الطويلة من الغاز والغبار، منتجة شبكة كونية خيطية جميلة يمكن رؤيتها اليوم. تشكل بعدها نظامنا الشمسي، وأحد كواكبه احتفظ بالماء ونشأت عليه الحياة، وهو الأرض التي ظهرت فيها ميكروبات صغيرة وبسيطة، ثم ظهرت الوحوش والديناصورات العملاقة في البحر والبر، وتدريجيا بدأت الحياة تنشأ منه. ولكن ما علاقة النظرية بوجود الله؟ بينما يؤمن الماديون الذين لا يعتقدون بوجود خالق للكون، بأن الكون بدأ من العدم، لا بداية له ولا نهاية،
يجمع أهل الديانات السماوية أن هذا الكون له بداية، ويبني هؤلاء دليل الوجود الإلهي على دليل الحدوث والإمكان الذي يعد أقوى الأدلة العقلية على وجود الله. أيضاً يناقش الدليل العلمي بأن ما هو أزلي لا يمكن أن يتوسع، وأحد الأدلة العقلية أيضاً قدمه أرنو بنزياس وروبرت ويلسون عام 1964 باكتشافهما الخلفية الميكروية الكونية CMB، وهي عبارة عن أشعة كهرومغناطيسية توجد في الكون كله بنفس الشدة والتوزيع، وتعادل درجة حرارة 2.725 كلفن، ما اعتبر دليلاً رصدياً قوياً على أنها جميعاً تشكلت بنفس اللحظة ومن المنشأ نفسه. وقد حصل على جائزة نوبل لاكتشافهما هذا، لتصبح نظرية الانفجار الكوني أقوى نظرية حالياً تشكل بداية الكون، والنظرية العلمية التي اتفق حولها العلم والدين، بينما يعارضها الملاحدة الذين يرفضون هذه الفكرة تماماً لأنها دليل عقلي وعلمي على أن لهذا الكون خالق وأن الله موجود. وأنت، هل تؤمن بهذه النظرية أم أن لك رأياً آخر؟